كيف يكون التكبير عند الحجر الأسود؟ هل هو ثلاث أم واحدة؟ جزاكم الله خيرا. إذا حال الحجر الأسود وهو يطوف أو في بداية الطواف، فإن تيسر له أن يستلمه، إن تيسر له أن يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر، فهذا أمر مستحب. وإن لم يتيسر له تقبيله فإنه يستلمه بيده، بمعنى أنه يمسحه بيده ويقبل يده. فإن لم يتيسر له هذا ولا ذاك بسبب الزحمة، لا التقبيل ولا الاستلام، فإنه إذا حاله يكبر مرة واحدة، وإذا كرر فلا بأس، إذا كرر التكبير فلا بأس. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. ويشير إليه بيده ويكبر. نعم. جزاكم الله خيرا.